السلام عليكم. بغيت كلشي يتنفع من هاد القصريات اللي نوريكم دابا، حيت كيبيعوا واحد المواد اللي مطلوبين ديما، اي واحد يقدر يحتاجهم. القصريه الاولى اللي نوريكم هي ديال كيبيعوا الاكسسوارات ديال التليفونات، بيزيات، شارجورات، كيبيعوا بالتقسيط وبالجمله. وما نكذبش عليكم، هاد القصريات هذا قليل اللي كيعرفهم وقليل اللي غادي يوريها لكم، حيت هاد السلعه هادي كيخدموا بها في الانترنت، كيبيعوا ويشريوا بها، ما يمكنش يوريوها لكل شيء، حيت لو عرفها كل شيء كلشي غادي يبدا يمشي لها يعني. والدراري اللي كيلوحوا في فيسبوك واللعيبات ما يبقاوش يبيعوا ويشريوا، هذاك الشيء علاش كلشي ساكت عليها. وبالنسبه للناس اللي باغيين يشريوا التلفازه، الناس اللي باغيين يشريوا الثلاجه، فران، نوريكم واحد البلاصه اللي اي واحد خاصو يمشي لها. علاش؟ حيت ناقصين على اي بلاصه كيبيعوا فيها هادشي ديال الالكتروميناجي. بحال مشيتي لمرجان لقيتي ثلاجه دايره مثلا 3000 درهم، هاد البلاصه هادي اللي نوريكم كينقصوا 500 درهم، ما بين 300 حتى 500 درهم. يعني لقيتيها في مرجان 3000 درهم، غتجي لهاد البلاصه هادي تلقاها ب 2500 ولا 2700. راه علاش انا كنقول لكم هادشي؟ هذا راه غير مصلحتكم، وراه داكشي علاش كنقول لكم بارطاجيو الفيديوهات هادو، هما اللي خاصهم يوصلوا. وبالنسبه راه ما تعولوش عليا في التصوير، حيت التصوير انا ما كنبغيش نتصور بنادم باش نقول له راه بغيت نصور عندك، بالعكس انا كنصور بنادم عادي، فهمتي؟ ما كنصورش وكنقول لهم لا راه بغيت نصور، راه بغيت نلوح في اليوتيوب باش ندير لكم الاشهار، باش ندير لكم هادي. لا انا ما كنديرش هادشي هذا، وداكشي علاش انا صبروا عليا في التصوير حتى من بعد ان شاء الله نبدا ندير لكم التصوير زوين. والقصريه الثانيه اللي بغيت نوريكم حتى هي كيبيعوا داكشي ديال التصوير والصوت. الناس اللي كيخدموا الفيسبوك واليوتيوب وتيك توك وداكشي ديال الانترنت، كيبغيو الماتريال ديال التصوير والصوت، كيفاش يطلعوا الصوت وكيفاش يطلعوا داكشي ديالهم. المهم ما حنا ما على بالناش بهادشي. والقصريه الثالثه هي ديال التليفونات، الناس اللي كيبغيو يشريو تليفون، الناس اللي كيبغيو يبيعوا ويشريو في التليفونات بالجمله، راه هاد القصريه اللي غنوريكم حتى هي الثالثه راه فيها كلشي. المهم انا راه كيف عارفيني انا ما كنبغيش نطول الهضره وما كنبغيش نبقى نهضر بزاف، هذاك الشيء علاش انا كنخليكم تكملوا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا. والعنوان راه كل القصريه غادي نكتب لكم في البدايه ديالها العنوان ديالها فين جات واش كيبيعوا. وكيف كنقول لكم ديما، عاونوا الشباب يطلع شويه، راك عارفين التفاهه اللي كاينه هذا الوقت هذا، وحنا بغيناكم نتوما اللي الناس معقولين، وهذه عاونونا حنا الدراري الشباب، وان شاء الله حنا بغينا غير المعقول. انا ما كانش المعقول راه ما كاين والو، هادشي علاش بغيتكم نتوما تطلعونا.
بقى.